غرائب وعجائب التيك توك. اليوم رح نشوف اكاونتين لتيكتوكرز، ابو بيان اسير الاحزان، في مجال ترد على سماعي، واحمد شهيد الباركور. هدول التيك توكرز بيطلعوا لي بالاكسبلور دايما، ومحتواهم الصراحه شي بيخزي. خلينا نبدا باحمد شهيد الباركور. حتى الثانية يعني ما زبطتها منيح. ليش مبسوط بعد ما خلصت؟ ليش بتسوي هيك؟ أحمد ليش نزلت الفيديو؟ هو ماشي بمبدأ طالما ظهري ما تكسرش يبقى الحركة صح. هو ظهره أتوقع انكسر ولا هو في الغنية بتحكي أنا ابن مصر أنا ضد الكسر. هو أنت جد ضد الكسر بعد هاي الحركة؟ إذا ما انكسرت يعني أنت جد ضد الكسر. ما شاء الله بيعلم الباركور. ما بعرف كيف بيعلم الباركور بعد هاي الحركة. أنا الصراحة مستحيل أقتنع إنه يعني أتعلم منك، بس خلينا نشوف. الله يكرمك ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أجيب النهاردة الفيديو ده، هنشرح فيه صوصة بأشكال مختلفة، صوصة زوم، صوصة فلاش، صوصة عادية. يا رب الفيديو يعجبكم، وتعمل لايك وفولو واشترك القناة وسبسكرايب. أتمنى الفيديو لايك وفولو وسبسكرايب عشان بيحبكم في الله. وسألوا تعليقاتكم جميلة. وعيد تاني. يا أحمد أنت بتقول إيه؟ أنا مش فاهم أنت بتحكي شو. في عنده فيديو تاني بيعلم فيه تعليم تفادي اللكمات والركلات المنخفضة. آخ أحمد والله حرام. تفادي اللكمات أحمد، أنت حاط أغاني وبتتكلم كلامك مش مسموع، والأغاني مش مسموعة، والحركات اللي بتسويها غلط، ردة فعلك بطيئة جدا. شو بتسوي أحمد؟ وليش كاب تكتب على فيديوهاتك أتمنى أطلع ترند؟ زيك زيك ترحوم ومعروف فانا عمك. شوفوا اللي ماسك الاسفنجة، شوفوا كيف وجهه. أنا جاي أخذ الترند وأتوكل على الله عز وجل، أرجو من إخواتي يوصلوا الفيديو ده الترند الدولي بإذن الله. ترند عشو؟ شو الترند؟ الحركات اللي سويتها كتير خرا. أنت بتلعب باركور من سنتين ولساتك بهذا المستوى؟ أنا الصراحة اتوقع الباركور مش الك الرياضة هاي يعني، بس استمر ان شاء الله يوما ما حتوصل. ضلك العب جوا جيم، العب على اسفنج، العب على ايش، انا لانه خايف شي يوم ينزل خبر وفاتك، انكسرت رقبتك ولا اشي زي هيك. تفاهم علي، احنا معاك لغاية ما تقابل رب الكريم. الكومنتس عند احمد دايما هي اللي بتضحكني اكتر اشي. هلا بندخل على ابو بيان اسير الاحزان. ابو بيان كمان موجود من زمان يعني من 2019 بالتيك توك، فخلينا نشوف بدايته بالتيك توك كيف كانت. يا الله فديتك مان، فديتك. Oh my god bro. Oh hell no man. What the fuck man. Get your ass on boy. يا الله بالقصار. نغمة سامسونج ورا خبصة. الشعر خبصة، كل اشي خبصة، الكلام خبصة، خبصة بخبصة. ترد علي؟ في مجال ترد علي؟ في مجال ترد علي؟ يعني اجي عيد الحب، اجي عيد الحب وما بتعيديني؟ رجعي لي المصاري تعوني، رجعي لي المصاري تعوني، انت كسرت قلبي، لو ايش هيك انتوا خدرين يعني؟ كم مرة انضحك عليك؟ انا بعرف ابو بيان، انا حاب احضرك من زمان، بشوف كل البنات بيضحكوا عليك. ليش عطيها هاي كمان مصاري؟ ويش لو ايش يعني جاي دي الحب يا فرح وما عيدتيني؟ لو ايش هيك يعني انت بتعمل في يا فرح؟ لو ايش هيك بتعمل في؟ لو ايش بتصور يا زلمه؟ بحكي مع فرح. بصورش قاعد بلعب بلاي ستيشن. يلعن ام التصريفه، بلعب بلاي ستيشن. ترد على سماي؟ في مجال ترد على سماي؟
في مجال ترد على سماري. هو بدأ معاها في مجال تردي علي بأدب، شكلها ما ردت عليه، فإجا سلخها بويس نوت تاني. في مجال تردي على سماري، في مجال تردي على سماري. أنا جبت لك قزازة عطر، وهيك بتعمل فيها لوش. كل هاد طلع عشان قزازة عطر أبو بيان. شتي كملت فيه بعيد الحب. صح أنا أبو بيان، صح أنا أبو بيان. أنت خنتيني، أنت لوجهك كسرت قلبي. الله يشفيك يا أبو بيان. والصراحة هذا اللي بيصور فيك يعني غدر فيك، غدر فيك. المفروض ما يحط هيك أشياء، والمفروض أنا كمان ما أسوي رياكشن على هيك أشياء، بس قاعد أسوي ومش فارقة. أستغل الفرصة. أبو بيان مسوي فيديو مع بنت، بس البنت ليش هيك شكلها؟ خايفة زي كأنه ولا مهددة بمسدس. ممكن أسألك سؤال وتجاوبني بصراحة؟ تفضلي. أوكي انسو، مش مهددة. أتوقع البنت وأبو بيان بالهوى سوا، لو فاهمين علي. أنت ارتبطت بحدا من قبلي؟ بتردش ليه سألت من سؤالي؟ لا بس بعدلك ياهم. عاشق كل حريم الدنيا منهم. أبو بيان هاي هي اللي بتحكي لها ترجع لك العطر؟ أنا جبت لك قزازة عطر. أنا مش عارف لو هاي هي ولا أبو بيان غير، لأنه أبو بيان كتير بيغير حبيبات، يعني دايما كل مرة مع واحدة جديدة يعني كتير، وكلهم خانوه، كلهم خانوا أبو بيان. غريبة، مش عارف ليش. هي كانت حبي، هي اللي بعدت، هي كانت كل إشي بحياتي، بس خدت مني ابني ونسيت نمر الكأس عشان أفكر بهاي اللحظة. هاي اللحظة بدت عني، كنت أنساها، نسيت الماضي يلي كانت. أبو بيان رابر ما شاء الله، هي له مستقبل بالراب. مش قادرة أتنفس بدونك، وانت لوش يعني تركتيني، وانت لوش بتاني. خلينا نرجع أنا وياك وننام على المكالمة. عشخيرك شخيرك تمام. والله العظيم انه انا مش قادر اعيش بدونك، وخلص انا والله العظيم انه حياتي تدمرت بدونك، يعني حياتي تدمرت، يعني انا مش قادر اعيش بدونك يا فرح. يا بنت الناس لو ايش هيك عملت فيا؟ لو ايش؟ والله انه انا يعني انا بحبك. استمان مش مالك، جرب فلاتر. بجرب فلاتر يا اخي. حبيت سليمان هذا. اول مره، اول تصريفه كانت بلعب بلاي ستيشن، ثاني تصريفه بجرب فلاتر. بصورش بجرب فلاتر يا زلمه. اقول لك كل ما تحكي مع بنت عندي قسما بالله لا اصورك. ولعت معه، اعترف له ولعت معه. يا زلمه ارحمني مشان ربك. يا الله، الله يشفيك يا ابو بيان. هذا هو الفيديو لليوم، لو عجبكم الفيديو سووا لايك سبسكرايب، واكتبوا لي بالكومنتات شو بتحبوني اسوي فيديوهات، والسلام عليكم. لا ما تقول لي ما بصور كنت.